حلقتنا النهارده وهي حلقه تغذيه الرياضيين. في ناس كتير يا دكتور بتسال سؤال المبدئي البسيط، هو هل تغذيه الرياضيين تختلف عن تغذيتنا احنا كاشخاص عاديين؟ طبعا. طب معنا ادينا بقى هنت بقى يا دكتور، يعني التقييم الغذائي ده ليهم يبقى عامل ازاي؟ خلينا بس الاول نعرف يعني ايه رياضه ورياضيين. أوكي. لان الناس متخيله برضو ان الرياضي ده الرياضي اللي هو لازم يكون بيلعب لعبه من الالعاب. على فكره الرياضي ده اللي هو بيمارس اي نشاط بدني. أوكي. يعني على فكره الست في البيت هي ست رياضيه طبعا، لان هي بتمارس رياضه. صحيح. الراجل اللي بيطلع السلم ده كل يوم ده بيمارس رياضه. صحيح. اللي بيروح الجيم بيمارس رياضه، اللي بيلعب كره قدم بيمارس رياضه. بس هي قصه عدد السعرات الحراريه اللي بتفقد من رياضه لرياضه بتختلف حسب النشاط البدني بتاعك. صحيح. بمعنى اخر ايه، لو ادينا مثال على سبيل المثال ان انت اللي لو بتمارس رياضه خفيفه او اللي بيتحرك جوه البيت الدقيقه بتفقد 2 سعره حراريه. تمام. لعيب كره القدم الدقيقه بتفقد حوالي 10 سعره حراريه في الدقيقه. لعيب الهاند بول بيفقد 11 سعره حراريه في الدقيقه. يبقى كلهم فقدوا سعرات حراريه، ولكن طبيعه النشاط اللي هو بيقوم بيه هو اللي بيخليني اقول والله ده محتاج ايه ومش محتاج ايه. تمام. حضرتك سالت سؤال، هل تغذيه الرياضيين بتختلف عن تغذيه الشخص العادي؟ ده سؤال في منتهى الاهميه. زمان كان الرياضيين متخيلين ان التغذيه بتاعته، اولا لازم نقول ان التغذيه اللي هو بياخدها الرياضي ده ليه بياكل؟ بياكل علشان يؤدي النشاط الحركي بتاعه او اللعبه بتاعته بمهاره. الحاجه الثانيه عشان يحصل له ريكفرنج اللي هو الاستشفاء يحصل له بسرعه. الحاجه الثالثه علشان ياخد كميه الفيتامينات والمعادن من الاكل بتاعه بطريقه صح. الحاجه الرابعه علشان يؤدي حياته عموما بطريقه صحيه. كويس. تمام. لان الرياضي انا مش عايزه يلعب رياضه ويبقى نايمني في السرير، لا انا عايزه الرياضي ويبقى مميز حتى في كل حركاته. صحيح. تمام. يبقى ده الهدف الاساسي او ايه الاهداف الاساسيه اللي في الغذاء اللي هو بياكله. تمام. طيب نيجي نتكلم السؤال اللي حضرتك سالتيه، وعلى فكره السؤال ده هو في منتهى الاهميه. هو الغذاء بتاعه بيختلف؟ بيختلف. على فكره كان زمان كانوا متخيلين الرياضيين ان الغذاء بتاعه لازم يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين واملاح معدنيه وفيتامينات. وعندما يذكر املاح المعدنيه والفيتامينات لازم نتكلم على قلب منطقي. يبقى الرياضي اول حاجه اتفقنا هو كان متخيل الغذاء بتاعه عباره عن بروتين، البروتين ده عشان يكون عضلات. ايوه. بس هي مش قصه تكوين عضلاته بس، وهنعرف دلوقتي العلم بيقول ايه. يبقى اول حاجه هو بياخد بروتين، ده الرياضي كان متخيل كده، وبياخد فيتامينات ومعادن. تمام. العلم بيقول ايه بقى حضرتك؟ العلم بيقول ايه؟ ان هو ياخد بروتين وياخد كربوهيدرات. ليه ياخد كربوهيدرات؟ هو كون العضله عن طريق البروتين، بس العضله دي مش محتاجه ان هي يحصل لها ريكفرنج. طبعا. مش محتاجه العضله دي ما يحصلهاش كل شويه تمزقات. ده اللي بيعمله الكربوهيدرات. وعندما يذكر الكربوهيدرات وعنصر اساسي في الكربوهيدرات هي الالياف، يبقى نتكلم على ايه؟ بيستا. على بيستا. تمام. مش كده وبس، كميه الميه اللي بيشربها. وهنتكلم في حلقات ثانيه عن الميه اللي بيحتاجها الرياضي تتحسب ازاي. والادمان على فكره، ما هتلاقي انت برضو من النمط السلوكي الرياضي في بعض الرياضيين ايه بيدمنوا مثلا الشاي والقهوه. على فكره موجودين. ايوه في منهم طبعا، ممكن نقول اسامي. خلي بالك في تاني هتلاقي رياضي هو بياكل كتير جدا. ايوه صح. خلي بالك هو بيحرق كتير وعلى فكره موجودين وموجودين دلوقتي. صحيح. تمام. يبقى اذا الغذاء هو شيء اساسي في انك ازاي النهارده تؤدي الدور بتاعك، وازاي ما يحصلكش تمزق في العضلات، وازاي يحصل لك ريكفرنج، وازاي تبقى انت بتؤدي الـ 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 الرياضه بتاعتك على اكمل صحه. نرجع نقول يبقى التغذيه من عن طريق العلم الرياضي، بنتكلم على بروتين، بنتكلم على كربوهيدرات، بنتكلم على سوائل، بنتكلم برضو على املاح معدنيه وفيتامينات. يبقى في الاثنين اشتركوا في ايه؟ في الاملاح المعدنيه والفيتامينات. يبقى اذا الرياضي هنا روتين عنده ياخد القلب مالتي فيت. ولما نيجي نتكلم على القلب مالتي فيت هل هو فيه افلاح املاح معدنيه ومعادن ولا لا؟ ده اللي هنثبته. طيب. احنا واحنا بنتكلم قلنا الكربوهيدرات. تمام؟ الكربوهيدرات دي اتفقنا ان من ضمن الحاجات الكربوهيدرات هي الالياف، واتفقنا قبل كده في حلقات سابقه ان بيستا هي مصدر اساسي للالياف وبالتبعيه الكربوهيدرات. تمام. طب مصدر الطاقه بقى للرياضي ايه؟ الطاقه بياخدها عن طريق حاجتين. عن طريق الجلوكوز. ده مصدر للطاقه اللي هو بيتحول لاي تي بي، الرياضه اللي هي حركة اقل من دقيقتين. يعني الانسان اللي بيمارس رياضه اقل من دقيقتين هو بيستهلك حاجه اسمها الاي تي بي. الاي تي بي ده اللي هي جايه من الجلوكوز. وخلي بالك الجلوكوز المصدر جاي منين؟ جاي من النشويات. اللي اتفقنا قبل كده في بيستا بتحسن من حساسيه الانسولين للجلوكوز. انا عايز الجلوكوز يخش الخليه. أيوة. عشان الرياضي يقدر يقوم بالحركه بتاعته. صحيح. صح الكلام. صح. والاساس في حركه الرياضي هو العضلات. اللي هو الجزء الثاني من مصادر الطاقه. أيوة. اللي هو الجلايكوجين. اللي هو موجود في العضلات عباره عن بنسبه 2.5 جرام، وموجود في الليفر في الكبد بنسبه 0.5 جرام.
كويس. يبقى المصدر الثاني من مصادر الطاقة للرياضة هو الجلايكوجين، اللي هو بيتحول برضو لحاجة اسمها الجلوكوز وحاجة اسمها الحمض اللاكتيك. يبقى حمض اللاكتيك ده، مش احنا عندنا الرياضي ساعات بيعاني من الشد العضلي علشان عنده زيادة في حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده اتفقنا ان هو بقى ايه، جاي اصلا من الجلايكوجين اللي هو اصدر مصدر للطاقة. علشان كده برضو وصلنا مصدر للطاقة، يبقى بنتكلم على بيستا، لان انا عايز الرياضي ده احسنه حساسية الانسولين للجلوكوز. دي حاجة. الحاجة التانية بقى ودي الاخطر ودي الاهم، ان الرياضة انا مش عايز جسمي يبقى عبارة عن دهون، انا عايز جسمي يبقى عبارة عن عضلات. يبقى انا محتاج حاجة تحرق الدهون. صحيح. واحنا لما جينا نتكلم على بيستا قبل كده قلنا ايه، بيستا بتعمل ثلاث حاجات، بتقلل الشهية. تمام. الحاجة التانية ان هي بتقلل من امتصاص الدهون. الحاجة التالتة اللي هي بتزود حرق الدهون. كويس. هو الرياضة ده مش محتاج طاقة؟ طبعا. هياخد الطاقة منين بقى دلوقتي؟ هياخدها من الدهون اللي بيستا بتزود في حرقها. لان احنا لو جينا نتكلم على مكونات بيستا عبارة عن ايه؟ مش انا عبارة عن شوفان والسيليا وردة القمح والكروميوم وفيتامين سي. صح؟ لما نيجي نتكلم على الكروميوم، الكروميوم بيعمل ايه؟ بيحسن من حرق النشويات. يعني انا بزود من افراز الجلوكوز واللي انا محسن حساسيه الانسولين، يبقى اديت للرياضه هنا طاقه. علشان كده هل بيست الرياضي يستخدمها؟ يبقى كده بيست الرياضي يستخدمها. لان انا اتفقت ان الرياضي بياخد الطاقه بتاعته من الجلوكوز، والجلوكوز ده انا محتاج ادخله الخليه، يبقى محتاج حاجه تحسن من حساسيه الانسولين عشان ياخد الجلوكوز من الدم يدخله فين؟ في الخليه. ده اللي بيستا بيعمله عن طريق الكروميوم اللي اعلى تركيز موجود في السوق، اللي هي ال 500 مللي جرام. ده مش موجود في حاجه تاني. ما هو طبعا نسبته كويسه. فيتامين سي. خلي بالك فيتامين سي بالاضافه ان هو بيزود المناعه وبيزود امتصاص الحديد. خلي بالك انا يهمني، مش احنا اتفقنا برضو مع الرياضي ان هو محتاج فيتامينات ومعادن؟ طبعا. تمام. من ضمن الاهم الفيتامينات B12. هو لا هو مش كمان B12، اللي هو الحديد. انا عايز حاجه تخليني امتص الحديد بسهوله. ما فيتامين سي او الفوليك اسيد اللي هو موجود في القلب مالتوفيت. تمام. لا القلب فيه مجموعه رهيبه. لا ده احنا النهارده هنتكلم عن القلب مالتوفيت حاجات جديده كمان. ايوه. تمام. يبقى النهارده بيستا بالاضافه، وخلي بالك هو الرياضي، هو الرياضي ينفع يبقى رياضي تخين؟ لا، مش انا عايز رياضي يبقى جسمه فيه تناسق عضل. ايوه متناسق. عشان كده كمان بيستا بنستخدمه في ثبات الوزن. تمام. يعني بعد ما نوصل للوزن المثالي باخد بيستا، وانا لو رياضي او غير رياضي او غير رياضي بيستا. بل بالعكس، ده النهارده الرياضيين بعد الحاله يقول لك ايه؟ يقول لك انا النهارده خلاص بقى عندي مصدر للطاقه الداخليه. انا مش عايز طاقه خارجيه عشان ما زيدش وزني، والحاجة التانية ان انا يبقى عندي ثبات في الوزن. صحيح. تمام؟ ده اللي هو ايه؟ بيستا مع الرياضيين. وعلى فكرة ما دام قلنا بيستا مع الرياضيين، النشويات على فكرة ليه احنا دخلنا النشويات بالاضافة لحتة الريكفرنج وتأهيل العضلة؟ احنا خلاص كوننا العضلة عن طريق البروتين. لا انا عايز بقى العضلة كمان مش كل شوية يحصل لها تمزق. صح. دخلنا بإيه؟ دخلنا ببيستا. تمام؟ الحاجة التانية اتكلمنا على الفيتامينات والمعادن. يعني بيستا الرياضيين ياخدوه امتى يا دكتور؟ قبل التمرين ولا تاني؟ هو بيستا هنا ليه علاقه بالاكل. هو ليه احنا حطينا على فكره بيستا على اليمين والبيستا على الشمال والقلب مالتيفيت على اليمين؟ لان هنا بقى القصه هتبقى ماشيه ازاي. القلب مالتيفيت ده هياخده بعد الفطار الرياضي. أوكي. او الانسان العادي. او الانسان خلاص. تمام. وبيستا يبقى هو هيبتدي يومه بايه؟ بالقلب مالتيفيت. بعد الايه؟ بعد الفطار. والرياضي لازم بياكل. لا عشان يديله طاقه. تمام. كمان. طيب الرياضي النهارده بيجي يتغدى، يبقى انا بقول له خد بيستا قبل الاكل بنص ساعه، مفيش اي مشكله خالص انك هتاخد طاقه، هتاخد باور.